دكتور عبد العزيز، تعليقك على ما قال الشيخ العبيكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك يا أستاذ علي، وأشكر الشيخ عبد المحسن العبيكان الذي دائما ما يتحفنا بفتاوى تثير كثير من البلبلة في هذا المجتمع والمجتمعات العربية الأخرى وكذلك الإسلامية. في بداية حديثي أود أن أسأل الشيخ عبد المحسن، يعني ما الهدف من إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات وفي هذه الظروف التي نعيشها؟ هناك الكثير من السائقين، من الخادمات، من العمالة بأشكال وأنواع مختلفة تأتي إلينا من بلدان أخرى، أجانب وأجنبيات. الحديث كما ذكر الشيخ عبد المحسن هو حديث صحيح، ورد في صحيح البخاري ومسلم، ولكن ظروف هذا الحكم أو ظروف هذا الوضع كان لحالة خاصة ومكان خاص ووضع خاص لا يشمل كل الناس ولا المجتمعات الأخرى. لذلك يعني من الصعب جدا أن نقيس على هذا الحديث كل فئات الناس. وللتأكيد على هذا الحديث أنه كان في مناسبة، نعلم جميعا أن عادة التبني كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك حرمت، وكان سالم مولى أبي حذيفة يعني نشأ منذ الصغر، منذ الطفولة في بيت أبي حذيفة، وعندما حرم التبني وهو متعود أن يدخل على أم حذيفة ويخرج ومتعود على يعني شكلها ووضعها، لكن أنت ترفض. أنا أقصد حتى نعم، أنا حتى أبين للناس يعني على وجه التحديد أن هذه في مناسبة خاصة وفي يعني مقام خاص لا تشمل كل المجتمعات ولا تشمل الناس جميعا. ربما عائشة رضي الله عنها يعني أفتت بحل ذلك الأمر، ولكن عندما تطبق هذه الفتوى في هذا المجتمع فإن هذا مجلبة لمفاسد كثيرة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. لذلك أنا أقول ما الفائدة من إثارة هذا الحديث ومن إثارة هذه الفتوى التي تعتبر في وقتنا الحالي فتوى تقريبا شاذة، يعني لا تمت إلى العقل ولا تمت إلى الواقع ولا تمت إلى النقل بشيء من الصحة. عندما يأتي سائق وترضعه ربة البيت والسائق الثاني والثالث، ضاعت الأنساب، ضاعت العلاقات، تدهورت الحالة الاجتماعية، تدهورت الحالات الأسرية. لذلك من يعني من منظوري الشخصي ومنظور كثير من هذا المجتمع والمجتمعات الإسلامية الأخرى نقول أن هذا الأمر فعلا في مخالفة، ويحتاج هذا الأمر بالفعل إلى إعادة نظر من الشيخ عبد المحسن العبيكان حفظه الله. عدم يعني لا طبعا لا أنصح الشيخ عبد المحسن العبيكان، هو شيخ وفاضل وعالم ومتبحر في أمور كثيرة ربما لا نعلمها، لكن التسرع في مثل هذه الأمور تؤدي إلى مفاسد كثيرة. طيب، أنا أذكر له أكثر من فتوى سبت بلبلة. نعم، أخذ رد الشيخ العبيكان. نعم، إذا سمحت لي عذرا لمقاطعتك، تفضل الشيخ عبد المحسن. تفضل. أولا بالنسبة للسائقين، ذكرت في الصحف أن هذا لا يشمل السائقين ولا الخدم، هي حالات خاصة بمن يعيش مع هذه الأسرة كولدهم وكابنهم وباستمرار، وليس ولا يدخل السائق والخادم أبدا. ثانيا، الأئمة الذين أخذوا هذه الفتوى وأصلوها وتكلم عنها ابن القيم في زاد المعاد كلام طويل، ما ينبغي لنا أن نعترض على هؤلاء الأئمة ونقول أنهم يعني لا يفقهون لا يفهمون، هذا يأتون بمثل هذا الحكم يحدث بلبلة. هذا حكم شرعي، ولا ينبغي أن يقال إن الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية تحدث بلبلة. ديننا يجب أن يظهر وأن يتضح لكل يعني أحد. هم يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الشيخ عبد المحسن صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، وهذا مسطر في الكتب. بعدين أنا لم أبتدئ بذكر هذه المسألة، وإنما سئلت في التلفاز وأجبت السائل، وقد سئلت قبل 7 سنوات في التلفاز أيضا وأجبت، ولكن لم تنتشر ولم يتكلم عنها أحد إلا لما نقلت في الانترنت وشوهت صورتها وقيل إنها تشمل السائقين والخدم، ولم أذكر هذا، بل نفيت أن تشمل السائقين والخدم. طيب، ولا يعقل أن تشمل السائقين والخدم. بعدين البلبلة وأن
دائما فتاواي تحدث بلبلة، فتاواي لم آتي بها اختراعا مني، هذا قول أئمة، كل الذي أفتي به أستدل له بالأحاديث وأستدل له بالنصوص وأستدل له بأقوال العلماء وبالنقل من الكتب، وهذا موجود في موقعي، وألفت بحوثا ووضعت هذه البحوث في موقعي في الانترنت، وهناك من قرأها ورجع إلى ما أقول وطلب مني السماح والحل. طيب. شيخ عبد المحسن كان يظن كما الأخ الكريم أنها فتاوى شاذة. الشاذ ما معنى الشاذ؟ ما يستطيع أحد أن يقول هذا شاذ بدون أن يبين معنى الشذوذ. طيب. كيف يقول أن هذا الحكم شاذ وقال به هؤلاء الأئمة؟ هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يقال عن أقوالهم أنها شاذة. الشاذ الذي يخالف النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا طيب. يوافق عليه أحد. أما قول أئمة عليهم الاعتماد ومثل طيب. شيخ الإسلام ابن تيمية و شيخ عبد المحسن، عشان الوقت إذا سمحت، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ عبد المحسن إذا سمحت لي بس عشان نعم. الوقت، أين الخلاف في قولك يعني بشأن إرضاع الكبير وبين ما قاله الرئيس السابق لقسم الحديث بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر الدكتور عزة عطية الذي عزل من منصبه بعد أن أفتى بجواز إرضاع المرأة العاملة لزميلها في العمل لإباحة الخلوة الشرعية؟ ما الفرق بين ما قلت وما قاله هو؟ فرق شاسع جدا، لأن ذاك يقول زميلها لأجل أن تجلس مع زميلها في أي وقت ترضع، هذا ما هو صحيح. أن قلنا في حالات ما إذا كان هذا الشخص يسكن بين عائلة ويكون مستمرا عندهم كأحد أفراد الأسرة باستمرار، مثل الذي يؤخذ من ملجأ أو يؤخذ من مثلا أو لقيط أو نحو ذلك، أو ليس له قريب سوى هؤلاء وسيعيش معهم عيشة مستمرة وحياة مستمرة، يعني حالات خاصة كحالة سالم كما قاله شيخ الإسلام والإمام ابن القيم. لا ينبغي لنا أن نقدح في كلام هؤلاء الأئمة، على الأقل يجب أن تحترم آراء هؤلاء الأئمة، يجب احترام. أنا ما أدري لماذا أدب الخلاف بعيد عن الناس اليوم، إذا اقتنعوا بقول حاربوا القول الآخر، مع أن قول أئمة لا 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 طيب. نستطيع أن نصل إلى دكتور الزير نعم. من العلم الذي نعم دكتور نعم شيخ عبد المحسن.